عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول واحدة نشكر الأجهزة الأمنية كافة، ما قصروا ويانا بواجبهم. عندنا يبنى داوم بالمخدرات بابو الخصيب، وتعرف أنت المخدرات منتشرة بأي مكان هسه حاليا بالبصرة، فطلعوا واجب من قسم المخدرات مالت أبو الخصيب 6 نفرات، وجوا بمنطقة الحمزة، دخلوا على الشط، تفاجأوا بثلاثة عندهم دراجة، واحد من عندهم اللي على الدراجة عنده مسدس، والثاني هم عنده مسدس، والثالث شرد عنهم يعني لاذ بالفرار. دولي هم نفسهم طالعين عليهم، نفسيتهم بالضبط نفسيتهم. فواحد من عندهم تفاجأ بعلي، اقتحمه، تفاجأ بعلي رأسا ضرب علي بالمسدس، والولد الثاني المنتسب الثاني هم بالمخدرات اسمه أمجد صوبه بإيده، فطلع على الدراجة اشتبك وياه ملازم حيدر، هذا الرجل الشجاع البطل لزمه. الشخص الثاني لا، هارب لحد الآن، وإن شاء الله ما يروح عن وجه العدالة. شنو الطالبين؟ احنا نطالب الأجهزة الأمنية يقومون بواجبهم، واحنا ناس شنو تقول الأجهزة الأمنية وراها، ما عندنا كل اشكال، ما نطلع ما نخرج عن طور القانون. شكرا.